السبب الثاني في دقته وعمقه في تفسيره أنه عمل بنصيحة والده، ونصيحة والده كانت يقول لنا، وكنت في زيارة له عند عقد قران حفيدته بنت فضيلة الشيخ سامي الشعراوي، وكان أمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية، فعندما حضرت ورأيت ابنه يقول ابنتي تريد أن يكون وكيلها، أن يكون وكيلها في عقد القران الجد وهو أنت. فالشيخ الشعراوي قال له لا، ما دمت أنت الأصل موجود أنت. فظل يستلطفه ويسترضيه أن يكون وكيلا، فقبل يده وقبل بين عينيه ومال ليقبل رجل والده ليقبل. فلما مال ليقبل رجل والده قلت يا مولانا هذا ذكرني بالإمام مسلم ابن الحجاج لما ذهب لزيارة الإمام البخاري، قبل يد الإمام البخاري وقبل بين عينيه وقال له دعني أقبل رجلك يا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله. انظر إلى التواضع. فقال له سأقول لك أمرا هاما، أنا والدي لم يكن من كبار العلماء ولا من مشاهير الناس، ولكنه نصحني نصيحتين، قال لو تمسكت بهما سعدت دنيا وأخرى وعلما وعملا. قلت له ما النصيحة الأولى؟ قال النصيحة الأولى قال لي تواضع، إذا تواضعت تنقاد لك مسائل العلم الدقيقة والعميقة وتتبحر في العلم. قلت وما النصيحة الثانية؟ قال النصيحة الثانية قال بلفظ دارج مصري باللغة العامية المصرية، قال لي بالحرف الواحد اتشعبط في ربنا وحط رجليك زي ما انت عاوز. وكلمة اتشعبط دي تفيد معنى انك انت مش متعمق في الصلة، مجرد انك متصل بس بالله، مبتعد عن الحرام وبتأدي الفروض وخلاص، اتشعبط في ربنا وحط رجليك ما يهمكش بقى ما يحدث. فكان تفسيره بهذا العمق والدقة ولم يحدث نظير له في رأيي لهذين السببين. السبب الأول أنه عمل بنصيحة والده في التواضع، ومن تواضع لله رفعه فرفعه الله في العلم. والأمر الثاني لعمقه وعظمته في التفسير أن الله منحه علم الموهبة، واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن تواضعه مولانا ما ذكرتم من هضم نفسه و تنظيفه لحمامات المسلمين، فهذا التواضع الجم الذي ورثه عن خلفاء الراشدين وعن عن أسلاف الأمة. سيدي، قد يظن العامة ربما أن هؤلاء الجبال الشوامخ في العلم خصهم الله للعلم، فلربما لا يجد عندهم ما قد يجد ما يظن قد لا يكون عندهم من الأخلاق التي جعلها الله كذلك في غير العلماء، مثل ما تفضلتم التواضع وكذلك الكرم. فإن مما سمعنا ومما شاهدنا ومما من القليل أنه كان رضي الله عنه ورحمه كريما كرما نبويا مستمدا من جده الأعظم صلى الله عليه وسلم. هو فعلا الإمام محمد متولي الشعراوي كما تفضلت مستمدا هذه الخلال الكريمة والمناقب العظيمة من سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، اقتداء واهتداء وتأسيا به صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الخلال التواضع، فكان شديد التواضع حتى بلغ في تواضعه
أنه إذا صافحه أحد من الناس يعرفه أو لا يعرفه يكاد من زيادة تكريمه أن يقبل يده. حتى في أخريات أيامه لما كان لا يستطيع أن يقوم للناس يتناول يد من يصافحه، يقول له بدل قيام أقبل يدك بدل قيام. فمسألة تقبيل اليد دي يعني يستحب تقبيل يد العالم والعامل والصالح والولي، ولم تكن خافية على سلف الأمة. فأنا أعلم من أئمة التصوف الشوامخ من كان إذا صافح يده أحد يقبلها، يميل عليها، حتى يعني قد لا يمكنه الآخر لعظمة هذا الشيخ أن يسمح بأن يقبل هذا، لكن هو كان يميل عليها تواضعا ليقبلها. هذا كان في الإمام الشعراني والإمام الرفاعي. ولما سئل في ذلك أنت إمام كيف تميل على يد فلان لتقبله، قال يا بني إن سر الله لم يعلن ولا أدري أين هو، فربما أصادفه في أي يد لأحد أقبلها. ولذلك رأيت هذا في أئمة وعلماء وأولياء عارفين بالله، حتى رأيت هذه الظاهرة أيضا عند سماحة مولانا وشيخنا الشيخ محمد عبد اللطيف بلقايد في تواضعه الجم. علامة الولي التواضع، فكان متواضعا وكان كما تفضلت كريما كرما لا حدود له. ومن زيادة كرم أنه يخدم ضيفه بنفسه، عنده الأبناء وعنده الخدم والحشم، لكنه مبالغة في تكريم الضيف يقوم بنفسه، لدرجة أنه كان يقوم بنفسه ليلة الجمعة ويحضر يوم الخميس في مبنى بناه في حي السيدة نفيسة رضي الله عنها، سماها المبرة لأنه يبر فيها الفقراء والمحتاجين، وكان يأتي لإطعام الفقراء ويعمل بنفسه يصنع لهم الثريد، نقول عنها في مصر الفتة، الثريد يصنعه بيده ويقدمه. فكان كريما إلى أبعد الحدود، وكان إذا جاءه ضيف مجرد أن ينظر إليه ينادي العامل عنده يا فلان اتني بعباءة رقم كذا، يلبسها تبقى عليه متفصلة على طول، ومجهز عنده عبايات اللي هي يقولوا عليها في بعض البلاد العربية عباية، وبعضهم يقول مشلح زي هذه التي ألبسه. فكان يغدق ولا يخشى من ذي العرش إقلالا، كان شديد الكرم. وكما تفضلت كان يستقي هذا من حبه واقتدائه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت ذات مرة جاء ليعقد قران بنتي، فقلت له يا مولانا أرجو أن تطيل في عقد القران. قال ما معنى أن أطيل؟ قلت له يعني المأذون يقول قل زوجتك، يقول زوجتك، قل قبلت، يقول قبلت، وينتهي العقد القران. أنا أريد أن تدعو وأن تتكلم كثيرا لتحصل البركة الكثيرة للعروسين. فقال أنت ذكرتني بموقف. كان واحد محتاج 100 جنيه، فقير ويريد إنقاذ حياته بالمئة جنيه. كان 100 جنيه زمان تساوي 10,000 ولا 100,000 دلوقتي. فكان يدعو الله ويصلي ويسلم على رسول الله أن يرزقه 100 جنيه.
ليحل مشكلته. وإذا به وهو نائم يرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال له اذهب إلى فلان ابن فلان في شارع كذا في مكان كذا، وستجده أمام مكانه أو محله جالسا على كرسي، قل له رسول الله يقرئك السلام ويقول لك أعطني ماء الدنيا. فالرجل سر بهذه الرؤية، والوصفة التي قالها له الرسول في الرؤية طبقها، وذهب إلى الحي الفلاني الحي الحسين، ومشى في طريق المسكي لغاية ممال الجهة اليمين، وجد فعلا الصفة اللي قالها الرسول في الرؤية للرجل جالسا على كرسي، فقال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل اجلس. فجلس. قال له نعم. قال جئتك برسالة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءني في الرؤية وقال لي ووصف لي هذا المكان وقال لي اذهب إلى فلان وأقرئه مني السلام وقل له هات 100 جنيه. فقال له نعم. قال له ورفع صوته، رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية وقال لي اذهب إلى فلان في الجهة الفلانية، ستجده في المكان الفلاني جالسا على كرسي، وقل له رسول الله يأمرك أن تعطيني 100 جنيه. قال نعم. قال شوف بقى، سأقولها لك للمرة الثالثة ولن أكررها، إن كنت ستعطيني أعطني، إذا لم تعطني سأنصرف. أقولها للمرة الثالثة، رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا أقول لك كذا وكذا. فقال له إني لم أطلب منك أن تكرر لأني أظن، ولكن لأن الرسالة غالية وعزيزة وأردت أن تكررها، والله لو كررتها 1000 مرة لأعطيتك 1100 جنيه، خذ 100 جنيه وال100 جنيه. فكانت له مواقف وطرائف جميلة جدا تنم عن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدائه وتواضعه وكرمه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنتم مولانا أهلا لتعرضكم لهذه النفحات، فتعرضتم في قران بنتكم كريمة إلى بركاته ودعواته. نعم. فكانت سببا لأن يبلغنا عنه هذه القصة الكريمة التي تنبي عن هذه النفحات الجليلة. نعم. سيدي، يقولون ليس الخبر كالعيان. فنسمع عن الإمام ونقرأ عنه، لكن نعلم أن فضيلتكم قد شاركتم في مع فضيلة الشيخ رحمه الله في ندوات علمية وفكرية في مختلف بلاد الإسلامية وفي مصر الشقيقة. وفي الواقع كان لنا شرف اللقاء به، وخاصة في السنوات الأخيرة، وكنا نرتاد المبرة التي بناها في حي السيدة نفيسة، وكان إذا جاءت مناسبة دينية يؤثر التلفزيون المصري أن يسجل للإمام الشعراوي ولمجموعة من العلماء معه خواطرهم نحو هذه المناسبة. وأذكر من بين هذه المناسبات أننا ذهبنا إليه في إحدى المرات، وكانت بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وتحدث الذين معي وتحدث هو أولا، فلما جاء دوري اعتذرت وقلت أنا لا أتحدث في وجود إمام الدعاء. قال لي لماذا؟ قلت لأننا تعلمنا في علم الحديث أن الإنسان لا يفتي ولا يحدث في وجود من هو أكبر منه، ففي وجودك لا نتكلم. قال لي أنت الآن لا تفتي، أنت تتحدث عن معجزة الإسراء والمعراج، إحنا نحب أن نسمعكم يا آل هاشم. الله وألح علي. فكنت كلما تكلمت
ووقفت يعلن إعجابه ويقول الله الله ويدعو الله سبحانه وتعالى لي. والحقيقة أن صلتي به كانت الروحانيات فيها قوية جدا، وكنت يعني أتمثله في كثير من المواقف، حتى في الأشياء المادية، وحتى عندما كان في أخرات أيام يظهر بالعباءة والجلباب والطاقية، قلت أنا عندما أذهب للشيخ سأطلب منه طاقية لأعمل مثلها ولأخطب فيها الجمعة. وهذا الأمر في نفسي ولم أعلنه لأحد، قلت عندما أجلس معه. فعندما جلست معه قلت له أريد طاقية من طواقيك ألبسها تيمنا وتبركا، ثم إذا قدمت أعمل علي مثلها. فقال الله الله يا أبو هاشم، أتريد أن تتكاشف علي؟ لا. قلت له إزاي؟ قال يا أحمد، نادى على ابن الأستاذ أحمد الشعراوي وقال له قلت لك ماذا؟ ماذا قلت لك؟ قال قلت لي جهز طاقية وعباء وجلبابا وخفا للدكتور أحمد عمر هاشم، وها هي الحقيبة. فكان رضي الله تعالى عنه لي معه مواقف جميلة وخصائص ظريفة جدا تنم عن علاقة روحية، وكان هو من أهل الكشف، وهذا شيء ربما لا يعرفه كثير من الناس. كان من أولياء الله الصالحين، كان ساترا لحاله. بالضبط، كان ساترا لحاله، أحسنت. لأن الأولياء الحقيقيين يكونون مستورين، لا يعلنون عن أنفسهم ويكونون متواضعين. لما بدأوا يطبعون كتاب التفسير للشيخ الشعراوي، هو لم يكن يكتب، كان يلقي، فكانوا يسجلون ما يلقيه ثم يفرغون هذا التسجيل ثم يكتبونه. فقال لهم أريد مراجعة دقيقة، لأنني أحيانا أقول الحديث بمعناه أو بلغة دارجة ليفهمه الناس. فتواردت الخواطر، واتصل بي القائم على الأمر، وكان نائب رئيس تحرير الأخبار ورئيس تحرير جريدة اللواء الإسلامي، الأستاذ عبد المنعم قنديل رحمه الله. فكان الأستاذ عبد المنعم قنديل رحمه الله والأستاذ أحمد زين يتصلان بي بالتليفون، وقالوا لي لم نجد في علم الحديث من يراجع الأحاديث التي يلقيها الشيخ بمعناها إلا أنت، ووقع اختيارنا عليك. ثم ذهبوا للشيخ وقالوا له قد وجدنا من يراجع الأحاديث، ولكن نريد أن نأخذ رأيك أنت، من الذي تريده أن يراجع الأحاديث؟ نظر لهم كده وقال لهم الذي فكرتما فيه قبل أن تأتيه. ألم تحدد الدكتور أحمد عمر هاشم؟ فقرأ ما في قلبهما، وكانت هذه إحدى مكاشفاته وكراماته، وكانت له لمحات جميلة، لدرجة أن أنا كنت أقول لأبنائي وأحبائي يا ليتكم كنتم تسجلون كل شيء يقوله، لأن كلامه العادي كان فيه من الحكم ومن التوجيهات الكثير والكثير. كان محدثا رضي الله عنه. بالضبط كده، ها كان من هذا النوع المحدث. نعم. نعم، تفضلتم أنه أن تواضعه إنما سمعتموه عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. فكذلك مكاشفات سيدنا عمر للسيدنا سارية ونحو ذلك كأنها من وراثته. بالضبط. رحمه الله ورضي عنه. يتطلع الناس إلى معرفة بعض
الخصوصيات. نعم. وفي الواقع كان يخصني بلقاء ربما كنت أحيانا أتحرج منه، بمعنى أن يحضر مثلا شخصيات كبيرة، من هو وزير ومن هو أعلى من وزير، ويقابل الشخصيات الكبيرة عاديا، ولكن عندما يقابلني يهش ويبش ويقوم ويحتضنني ويقبلني ويرحب ويعطيني أكثر منهم في الترحيب، حتى لدرجة أنهم قالوا له: ما هذا، هذه المحاباة للدكتور أحمد عمر؟ قال لهم: سأقول لكم الحقيقة، هذا الرجل أخصه بذلك لأنني عندما كنت طالبا في معهد الزقازيق الديني بالأزهر كانت لي 3 عائلات وأسر أرتادها: أسرة آل هاشم، وهم أسرة الدكتور أحمد عمر هاشم، وأسرة سيدي أبو خليل، سيد أبو خليل الطريقة الخليلية، والمسلمي طريقة المسلمية سيد أبو مسلم. فلهذه الخصوصية لا أستطيع أن أخفي عواطفي نحو هذه الأسر التي أحبها، لأن منهم الصالحين ولأن منهم الأولياء والمقربين. وهذا يدل على أنه كان في حب الصالحين والأولياء يعني لا حدود لمحبته، لأنه لا يعرف قدر الناس إلا من كان على قدرهم، فهو لأن مكانته عليها كان يدرك أقدار الناس ومكانة الناس، وبذلك ربما ينقل إلى الأمة أو يعلم الأمة محبتها لآل بيت رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام، ووقوفها عند قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. يعني مرة كنا جلسنا عنده في بعض الذكريات الخاصة، وكان هذا اللقاء متعلقا بمناهج الأزهر وما ينبغي أن يحدث فيها من تعديل، وكانت جاءت للأزهر تعليمات أن يأخذ برأي الشيخ الشعراوي في التعديل، فذهبنا إليه، وبعد أن انتهينا أحب ولده فضيلة الشيخ سامي الشعراوي، كان أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أحب أن يتفكه وأن يمزح مع أبيه، قال له: إننا جلسنا معك أكثر من 3 ساعات، ولو جلسنا في لجنة في ساعة نأخذ عليها مكافأة مادية نقدية، فقد جلسنا معك 3 ساعات فماذا ستعطينا؟ فقال لمن معه: اتصل بأبو شقرة. أبو شقرة ده محل كباب يعني، فاتصل بالمحل وبدأ يسأل كل واحد: الوزير الفلاني، المفتي الفلاني، الشيخ الفلاني، عندك كم ولد؟ يقول له: 2. قال: 2 كيلو كباب لفلان، الثاني 3 كيلو كباب. فقال له: طيب فاضل الدكتور أحمد عمر هاشم. قال: 10 كيلو كباب. قالوا له: ما هذه المحاباة، اشمعنى هو 10 كيلو؟ ما سألتوش عن أولاده ليه؟ قال: أصل انتوا هتاكلوا مع أولادكم، لكن آل هاشم بيأكلوا الناس كلها. ما أحوجنا سيدي لهذه الرقائق. أخيرا سيدي، وإن كان الكلام عن هؤلاء الأئمة لا ينتهي، لأن الكلام عليهم إنما هو الكلام عن سيد الوجود صلوات الله وسلامه عليه، هل من كلمة وجيزة للأمة؟ نعم. نحو علماء عصرها و... نعم. أقول لأمتنا الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها: إذا أردتم أن تقتصروا الطريق وأن تصلوا إلى أمن البلاد واستقرارها من أقرب الطرق، فأقرب الطرق هو طريق الله،
طريق التقوى، طريق السلوك، طريق الأولياء العارفين بالله، هذا أقرب الطرق. واعلموا أنه لم يخرج من عباءة هؤلاء السالكين المتواضعين، لم يخرج من عباءة هذا الاتجاه الديني متطرف واحد ولا متحلل واحد. كم من اتجاهات دينية ومذاهب فكرية خرج منها من خرج، لكن الاتجاه الوحيد، اتجاه السالكين والأولياء الصالحين، هو الذي فيه الأمان والاستقرار. فإذا أردت يا أمتنا الإسلامية في كل مكان، حكاما ومحكومين، أمما وشعوبا، أفرادا وجماعات، إذا أردتم الأمن والاستقرار للأوطان، فاسلكوا سبل السالكين الصالحين والأولياء والعارفين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله ولي التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.